يا الربع، وين البوتيك الأصلي اللي يبيع الفقع؟ لأن ذبحنا البلاك ماركت وصل 3000. المفروض فيه فقع ويك زي الفاشن ويك حق باريس. أجل لو مو براس ماله هايلكس وفلين كم بيطلع به؟ وملمسينا من حفر الباطل لين عند التغسي بانوراما هايلكس واقف تخزين جنب السبنة، ما في خدمات ما بعد البيع. المفروض 3000 تقابلني قدام الصدام حق الهالكس تقول انت عندك بروفايل معك ايباد، حد تبغى هدية او يعني بل في 2000 غالي، 900 غالي، فحص فيتامينات ب 400 ريال. يجي يقول لك طعمه مع المرقوق، مرقوق لو تحط مع الصواميل يطلع لذيذ، ما في فكرة. يصور ويحفر يقول يوم 26 رجب عشان سلاقي موميا، طلع هذا كبرها وتهشهش ثلاث أرباعها رمل، يبي لها الشركة تنظفها، وإذا قشرت طلع هذا كبرها. يعني ما يبي له شيء، ترى يبي له مطر من رب العالمين. حتى أنت ما لك دخل فيه، يعني لا سقيته لا اعتنيت فيه لا عطيت. حتى اللي يبيعون ما عندهم نقاط بيع، يعني تعطيه فروة يعطيك ثنتين زبيدي، تعطيه طفاية ثلاث خلاصي، ما يعني